لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. قال الإمام الطبري رحمه الله عن قتادة قال: الأربعة جد بن قيس وأبو لبابة وحرام وأوس هم الذين قيل فيهم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي وقار لهم، وكانوا وعدوا من أنفسهم أن ينفقوا ويجاهدوا ويتصدقوا. عن الضحاك قال: لما أطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم أبا لبابة وأصحابه، أتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم بأموالهم، فقالوا: يا نبي الله، خذ من أموالنا فتصدق به عنا وطهرنا وصل علينا. يقولون: استغفر لنا. فقال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا أخذ من أموالكم شيئا حتى أمر فيها. فأنزل الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تطهرهم من ذنوبهم التي أصابوا. وصل عليهم، يقول: استغفر لهم. ففعل نبي الله صلى الله عليه وسلم ما أمره الله به. عن ابن جريج قال: قال ابن عباس: قوله خذ من أموالهم صدقة أبو لبابة وأصحابه، وصل عليهم، يقول: استغفر لهم لذنوبهم التي كانوا أصابوا. من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال: هؤلاء ناس من المنافقين، ممن كان تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، اعترفوا بالنفاق وقالوا: يا رسول الله، قد ارتبنا ونافقنا وشككنا، ولكن توبة جديدة وصدقة نخرجها من أموالنا. فقال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، بعدما قال: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. الظاهر أن هذه الآية نزلت في من علم الله نفاقه الذي لا يتوب منه، كعبد الله بن أبي بن سلول لما مات وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من كان حيا فإن الله عز وجل يقبل توبة التائب. الظاهر أنها في غير أن هذه الآية في غيرها نزلت في غير الذين نزلت فيهم آية ولا تصلي على أحد منهم مثلا، لأن مقتضى كلام ابن زيد أن كأنها منسوخة أو مخصصة. وحذيفة رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه تبعا لحذيفة كان لا يصلي على المنافقين،
الذين أعلمهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أنها ليست منسوخة، ولكن هذه في أناس وتلك في أناس. اختلف أهل العربية في وجه رفع تزكيهم، فقال بعض نحوي البصرة رفع تزكيهم بها في الابتداء، وإن شئت جعلته من صفة الصدقة ثم جئت بها توكيدا، فكذلك تطهره فتزكيهم. دي جملة مبتدأ، يعني أقصد فعل وفاعل، يعني جملة جديدة أو صفة الصدقة. الجملة الفعلية تصلح أن تكون صفة، وكذلك تطهره. وقال بعض نحوي الكوفة إن كان قوله تطهرهم للنبي صلى الله عليه وسلم الاختيار أن تلزم، لأن ده هيبقى جواب الأمر، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. طبعا هذه ليست القراءة، يقول لأنه لم يعد على الصدقة عائد. تزكيهم مستأنف، وإن كانت الصدقة تطهرهم وأنت تزكيهم بها جاز أن تلزم الفعلين وتنفعهم. قال أبو جعفر والصواب في ذلك من القول أن قوله تطهرهم من صلة الصدقة، لأن القراءة مجمعة على رفعها، فقالوا تطهرهم قالوا تطهروهم، لو في وجه في اللغة العربية لكن لم ترد به القراءة المسندة لم يجوز مخالفة القراءة لوجه العربي، تكون محمولة على الوجه الآخر كالعربية مع الحفاظ على القراءة في السند. قال لأن القراءة مجمعة على رفعها، وذلك دليل على أنه من صلة الصدقة. أما قول وتزكيهم بها فخبر مستأنف، معناه وأنت تزكيهم به فلذلك رفع. اختلف أهل التأويل في تأويل قوله إن صلاتك سكن لهم، فقال بعضهم رحمة لهم، قال ابن عباس إن صلاتك سكن لهم يقول رحمة لهم، وقال أخونا بل معناه إن صلاتك وقار لهم، قتادة إن صلاتك سكن لهم أي وقار لهم. قول ابن عباس أظهر في هذا السياق. اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته قراءة المدينة إن صلواتك سكن لهم بمعنى دعواتك، وقرأ قراءة العراق وبعض المكيين إن صلاتك سكن لهم كما نقرأها نحن بمعنى إن دعاءك. قال أبو جعفر وكأن الذين قرأوا ذلك على التوحيد صلاتك رأوا أن قراءته بالتوحيد أصح، لأن في التوحيد المفرد يعني من معنى الجمع والكثرة ما ليس في قوله إن صلاتك سكن، إنه مصدر فيشمل كل الصلوات. قال إذ كانت الصلوات هي جمع لما بين الثلاث إلى العشرة من العدد دون ما هو أكثر من ذلك، والذين قالوا من ذلك عندنا كما قالوا
وبالتوحيد عندنا القراءة لا العلة، لأن ذلك في العدد أكثر من الصلوات، ولكن المقصود منه الخبر عن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلواته أنه سكن له، لا الخبر عن العدد. وإذ كان ذلك كذلك كان التوحيد في الصلاة أولى. الصحيح في ذلك أن يقال إنهما قراءتان متواترتان صحيحة معنى متقاربتان، قد قرأ بكل واحد منهما بعض القراء. فبأيتهما قرأ القارئ فوصي؟ قال ابن كثير رحمه الله: أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ من أموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بها، وهذا عام. وإن أعاد بعضهم الضمير في أموالهم إلى الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. ولهذا اعتقد بعض مانعي الزكاة من أحياء العرب أن دفع الزكاة إلى الإمام لا يكون، وإنما كان هذا خاصا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا احتجوا بقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. يعني وقد زعموا فقالوا: ما تغني عنا صلاة أبي بكر. قال: وقد رد عليهم هذا التأويل الفاسد، هذا التأويل والفهم الفاسد الصديق أبو بكر رضي الله عنه وسائر الصحابة رضي الله عنه، وقاتلوهم حتى أدوا الزكاة إلى الخليفة كما كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال الصديق رضي الله عنه: والله لو منعوني عقالا، وهو ما يربط به البعير، وفي رواية عناقا وهو الشاة الصغيرة، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقاتلنهم على منعه. وقوله: وصل عليهم، أي دع لهم واستغفر لهم، كما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. عشان كده ده الصحيح أنه عام، وليس فقط في الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وفي الحديث الآخر أن امرأة قالت: يا رسول الله صل علي وعلى زوجي، فقال: صلى الله عليك وعلى زوجي. هل يقال ذلك في من أخذ صدقة قوم في زماننا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الظاهر نعم، أن المصدق جامع الصدقات يقول لمن تصدق بها: اللهم صل عليهم وتقبل منهم أحوالهم. فلا يوجد ما يمنع من الصلاة في هذا الموضع. وقوله: إن صلاتك سكن لهم، قرأ بعضهم صلواتك على الجمع، وآخرون قرأوا إن صلاتك على الإفراد. سكن لهم قال ابن عباس رحمة لهم، وقال قتادة وقال لهم. وقوله: والله سميع، أي لدعائك عليم، أي بمن يستحق ذلك منك ومن هو أهل له.
روى الإمام أحمد عن ابن لحذيفة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا لرجل أصابته وأصابت ولده وولد ولده. عن ابن لحذيفة قال مسعر وقد ذكره مرة عن حذيفة إن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لتدرك الرجل وولده وولد ولده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.